فهد اسمع. ها يا بثر اصبر دقيقة يا أخي. فهد. يا أخوي نايم إيش تبي؟ والله الصراحة ما أدري كيف أفاتحك بالموضوع. أنا فاتحك بالموضوع، أنت نايم. أنا نايم. أي نعم نايم ونص. وفيفا ما تعرف، وبلوت بعد ما تعرف. يا رجال حتى قهوة شاهي ما تعرف تزي. أعطاناك القطة وضيعتها. لحظة لحظة يا شباب لحظة. وش فيكم علي يا شباب؟ فجأة قلبتوا علي. والله العظيم إني حريص على الجمعة وعلى الوناسة والفلة. بس أنتوا ما عندكم إلا فيفا بلوت، فيفا بلوت. يا أخي فكروا خارج الصندوق. اسلم يا القبع اللي في الجدار. خارج الصندوق ها؟ عليك أبا ضبطك. لا تشيل هم، استلم المخرج الأول، نسب كفرات مخهم وسيف بأفكارهم. الحين أوريك. أقول لكم يا عيال هذه صحارة سيتي، كثبان رملية وتطعيس وفلة. خلينا نروح نغير، يجيك واحد شطف كذا. والله يا عيال نغير جو شوي. طيب وش بعد؟ أحب اللي ما يقتنعون ذولي. لا تشيل هم، أمورهم عندي موزونة. استلم المخرج الثاني، دندن خارج الصندوق وواجه البرد بالبرد. أنت من بعجمك يا محمد شي. دقيقة أوريك. هذه فعالية سنو بارك في الوينتر ويندرلاند، خيمة ثلجية وفلة و... بس جهز لي فروتك. طيب وش بعد؟ باقي واحد ما اقتنع. استلم المخرج الثالث، عطهم الضربة القاضية والعب في نفسيتهم. انت مزعجنا بالعاب الرعب حقتك. دقيقة اوريك، هذه فعالية تيرور سيركس. شوف ورنا قوة قلبك يا قوي الاستراحة. الشهر الجاي ما راح تدفع قطة. ما راح تدفع ولا شيء، ولا ريال واحد. ايوه هذا الكلام، لكن انتبه، اهم شيء نبه على الشباب كلهم لا يغلطون على اهل الوحوش، ترى الموضوع يضايقهم. حمل تطبيق الموسم وخلك متابع كل الفعاليات اللي صايرة عشان ما يطردونك خوياك بالاستراحة. شكرا لكم، مع تحيات الهيئة العامة للوناسة قسم الاستراحات.